السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى نشرة أخبار العاشرة من تلفزيون سلطنة عمان. أهلا بكم وفي أبرز عناوينها. بتكليف من جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه معالي الشيخ محمد بن أحمد الحارثي يشارك في حفل تنصيب عمر البشير رئيسا لجمهورية السودان لفترة رئاسية جديدة. إقرار 13 مخططاً سكنياً لتوفير أكثر من 16 ألف قطعة أرض لمختلف الاستخدامات. في إضافة نوعية للخدمات الصحية بالسلطنة، المركز الوطني لطب وجراحة القلب يباشر العمل وفقاً لأحدث مواصفات الطب الحديث. أكثر من 54 ألف طالب وطالبة يؤدون أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة الدبلوم العام. بتكليف من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، شارك معالي الشيخ محمد بن أحمد الحارثي مستشار الدولة في حفل تنصيب فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيسا لجمهورية السودان لفترة رئاسية جديدة، والذي أقيم اليوم بالعاصمة السودانية الخرطوم بحضور عدد من الزعماء والمبعوثين. وأدى الرئيس السوداني عمر البشير اليمين لولاية جديدة من 5 سنوات أمام البرلمان السوداني في مدينة أم درمان بعد شهر ونصف الشهر على فوزه في الانتخابات الرئاسية. ثلاثة عشر مخططا تفصيليا لتوفير أكثر من 16 ألف قطعة أرض لمختلف الاستخدامات اعتمدت من قبل اللجنة الفنية المعنية بالتخطيط العمراني بوزارة الإسكان لتوزيعها على المواطنين المستحقين خلال الفترة المقبلة. اللجنة استعرضت أيضا مواضيع تتعلق بالمخططات وآلية تغيير استخدامات الأراضي والارتفاعات. ترأس الاجتماع سعادة المهندس سيف بن عامر الشقصي وكيل وزارة الإسكان. 13 مخططا تفصيليا في عدد من محافظات السلطنة اعتمدتها اللجنة الفنية المعنية بالآلية المرحلية للتخطيط العمراني برئاسة سعادة المهندس سيف بن عامر الشخصي وكيل وزارة الإسكان لتوفير أكثر من 16 ألف قطعة أرض بمختلف الاستخدامات من أجل توزيعها على المواطنين المستحقين خلال الفترة المقبلة. المخططات المعتمدة تشمل مخطط مرتفعات الدقم بولاية الدقم بمحافظة الوسطى الذي يتضمن 9640 قطعة أرض، منها 8136 قطعة للاستعمال السكني، ومخططين آخرين في ولايتي بهلة وإزكي بمحافظة الداخلية يوفران 3361 قطعة أرض. كما تم توفير 970 قطعة أرض بولاية عبري بمحافظة الظاهرة و92 قطعة أرض أخرى بولاية إبرا بمحافظة شمال الشرقية و970 قطعة أرض بولاية بركة بمحافظة جنوب الباطنة، بالإضافة إلى 988 قطعة أرض بولاية خصب بمحافظة مسندم. اجتماع اللجنة استعرض أيضا مواضيع تتعلق بالمخططات وآلية تغيير استخدامات الأراضي والارتفاعات في مختلف محافظات السلطنة في إطار سعي الحكومة لتوفير المخططات العمرانية الحديثة للمواطنين. وتضم اللجنة الفنية جهات حكومية عديدة معنية بالخدمات، وذلك لوضع رؤية موحدة تجاه تطوير المخططات وتزويدها بالخدمات الضرورية، بحيث تقوم كل جهة بوضع تصور لذلك ضمن الخطط المعتمدة. في نقلة نوعية في مجال الخدمات الصحية بالسلطنة، بدأ المركز الوطني لطب وجراحة القلب في استقبال المرضى والمراجعين. المركز يضم أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة، وسيسهم في الارتقاء بالمستوى الصحي في مجال أمراض وجراحة القلب وتوفير البيئة المناسبة للمرضى. تطورات مستمرة وإضافات نوعية تشهدها الخدمات الصحية في السلطنة، فها هو المركز الوطني لطب وجراحة القلب بالمستشفى السلطاني يبدأ في استقبال مراجعيه مجهزا بأفضل التقنيات الحديثة التي من شأنها أن توفر أفضل الخدمات الطبية.
المركز طبعا نقلة نوعية في العناية بالأمراض القلبية سواء العلاج الطبي أم الجراحي، ولله الحمد وبفضل جهود العاملين في المستشفى السلطاني وزملائهم في الوزارة تم نقل كافة المرضى من المستشفى السلطاني إلى مركز القلب وبسهولة وبسلاسة وبتعاون الجميع. المركز الذي يقيم على مساحة بناء تجاوزت 21 ألف متر مربع بلغت تكلفته الإنشائية حوالي 26 مليون ريال عماني، ويتكون من ثلاثة طوابق رئيسية حيث يشتمل على العيادات الخارجية ومختبرات طبية وأقسام للأشعة ووحدات للعناية الفائقة، كما يحتوي على أربع غرف لعمليات القلب ومثلها لعمليات القسطرة، ويتوفر به أكثر من 140 سريرة. بدينا عمليات القسطرة من أمس ومن أول أمس، وبدينا العمليات الجراحية من أمس، والحمد لله الأمور جيدة، ونتمنى إن شاء الله أن المركز يقدم خدمات راقية جدا على مستوى عالمي في جميع تخصصات أمراض القلب. المركز الوطني لطب وجراحة القلب ينتظر منه أن يؤدي دوره عبر طاقم طبي مختص في توفير الرعاية الصحية اللازمة لمرضى القلب في سائر فئاتهم العمرية. إضافة نوعية جديدة في مجال طب جراحة القلب تسعى من خلالها وزارة الصحة إلى الارتقاء بخدماتها الصحية. من المركز الوطني لطب جراحة القلب، أحمد بن راشد الهنائي، مسقط. وعلى صلة بأمراض القلب، نجحت وزارة الصحة في تقليص فترات انتظار المرضى المراجعين للمستشفيات والمراكز الصحية فيما يخص أمراض القلب. أكد ذلك معالي الدكتور أحمد بن محمد الساعدي وزير الصحة في تصريح لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان، مشيرا معاليه إلى عدم وجود قوائم انتظار للمرضى في مركز أمراض القلب بمحافظة ظفار. تم افتتاح مركز القلب في صلالة وفي محافظة ظفار اليوم، ولله الحمد لا توجد قوائم انتظار سواء للقسطرة أو لغرف العمليات. مع الزملاء هنا الأخ مدير عام مستشفى السلطاني والزملاء العاملين في وحدة القلب سواء الجراحين أو الأطباء، نأمل ونسعى أنه على نهاية العام هذا أيضا تتقلص قوائم الانتظار، على الرغم أنه وصلنا مستوى يعني ممتاز جدا جدا في قوائم الانتظار بما يتعلق بالقلب. كمثال، الفحص التلفزيوني للقلب الانتظار كان 18-14 شهر، اليوم أصبح ولله الحمد في محافظة مسقط أسبوعين فقط. القسطرة أيضا في تطور مستمر لقوائم الانتظار. جراحة القلب هناك بعض المعوقات التي ما زالت تواجه الوزارة، وهي قلة الكوادر البشرية المؤهلة، وهذا طبعا النقص على مستوى عالمي، ولكن الوزارة تسعى بالتواصل مع كافة الجهات وأيضا البحث في خارج الدول التي كنا متعودين على استقطاب كفاءات منها، هناك اتجاه لدول أوروبية، ونأمل أن يتم تدعيم هذا المركز بالكفاءات التي يحتاج لها. وهناك بعض الأطباء الذين تم التعاقد عندهم وسيتم التحاقهم بالمركز قريبا بإذن الله. وافق مجلس الدولة على مقترح تشريعات المنظمة للقوى الوطنية في القطاع الخاص وعلى إنشاء مركز وطني للموارد التعليمية المفتوحة. وخلال اجتماعه اليوم، ناقش مجلس الدولة تشكيل لجنة لإعادة صياغة المشروعين واستعراض أهم النقاط التي شملها المقترح في المجالين التشريعي والرقابي. ترأس الاجتماع معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة. بعد نقاشات مستفيضة، وافق مجلس الدولة على المقترح المقدم من لجنة تنمية الموارد البشرية لمراجعة التشريعات المنظمة للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص. وجاء المقترح عقب حلقة عمل تخللتها حلقات نقاش واستطلعت اللجنة مرئيات المجتمع، كما استعانت بخبرات عدد من أعضاء المجلس في سبيل الخروج بمقترح متكامل يخدم القوى العاملة الوطنية. قانون العمل هو المرجعية الأساسية للسيطرة على توظيف وإدارة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بمفهومها الشامل. وكما تعلمون أنه قانون العمل تم تعديله مؤخرا ورفع إلى مجلس الوزراء، ومن المحتمل أو المأمول بإذن الله تعالى أن يحال إلى مجلس عمان وفق النظام الأساسي للدولة. ولدينا الكثير من الملاحظات على مواد هذا القانون، لأنه كل مرحلة من مراحل التنمية في البلد تتطلب أن يصاحبها تطوير لهذه القوانين.
كما وافق المجلس على المقترح المقدم من لجنة التعليم حول إنشاء مركز وطني للموارد التعليمية المفتوحة في السلطنة بهدف إعداد جيل من الموارد البشرية العمانية التي لديها القدرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة باقتدار وتطويعها في خدمة العملية التعليمية. ما في شك أنه لجنة التعليم قامت بدور كبير على ضوء توجيهات سامي لصاحب الجلالة وأعطت رؤاها وأفكارها لمجلس التعليم، تقدمت ببعض المقترحات التي ذكرتها الآن، وما في شك أنه في نقلة نوعية قادمة إن شاء الله من ضمنها إعداد الخطة الاستراتيجية للتعليم وإعداد قانون التعليم. ومن المؤمل أن يساهم إنشاء مركز وطني للموارد التعليمية في رفع جودة وكفاءة التعليم في مؤسسات التعليم العام والعالي بالسلطنة والاندماج في حركة الموارد التعليمية المفتوحة العالمية وتطبيق ممارستها التعليمية وتعزيز مبدأ المشاركة والتعاون بين المؤسسات التعليمية محليا وخارجيا. قانون النقل سيتم إقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالي لمجلس الدولة، هذا ما أكده لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان سعادة الدكتور خالد بن محمد السعيدي أمين عام مجلس الدولة. شهدت الفترة الماضية كما تابعتم إقرار مجموعة من مشروعات القوانين، تم رفعها إلى الجهات المختصة تمهيدا للإصدار. ربما يكون من أهم هذه المشروعات مشروع تعديل قانون المرور، ومشروع تعديل قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع قانون المكاتب الاستشارات الهندسية، ومشروع المنشآت الصيدلانية. الآن في مشروع سيتم إقراره قريبا خلال هالأسبوع بإذن الله من قبل مجلس الشورى، خاصة مشروع قانون النقل، وسيتم حالة لمجلس الدولة تمهيدا لإقراره ورفعه إلى الجهات المختصة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي بإذن الله. قانون العمل ينظم علاقة ثلاثية بين ثلاث أطراف، وبالتالي هو من القوانين حقيقة الهامة وأيضا الشائكة واللي يمزج بين آراء ثلاث مصالح قد تكون تبدو كل مصلحة مختلفة مع الآخر، وهو رب العمل والعامل والحكومة كجهة منظمة للعلاقة بين رب العمل والعامل. هذا المشروع ما زال في الحكومة حقيقة، وما زال أيضا محل نظر من قبل الجهات الأطراف ذات العلاقة، لم يحل لحد الآن إلى مجلس عمان. وكما تعلمون أن الآن دور الانعقاد الحالي في مراحله الأخيرة، فربما يكون مع بداية دور الانعقاد القادم نأمل أن يكون هذا المشروع من ضمن المشاريع التي ستنظر من قبل مجلس عمان بمجلس الدولة والشورى بإذن الله. عبر الائتلاف الدولي ضد تنظيم داعش في ختام اجتماعه بباريس عن دعمه الخطة العسكرية والسياسية العراقية لاستعادة المناطق التي يحتلها التنظيم، كما دعا إلى إطلاق عملية سياسية سريعا في سوريا تحت إشراف الأمم المتحدة. وزراء التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بحثوا في العاصمة الفرنسية باريس التوصل لاستراتيجية عملية لمواجهة التنظيم، وذلك بعد فشل أكثر من 4000 غارة جوية نفذها التحالف في وقف توغل التنظيم في العديد من المدن العراقية. تعالوا نتصارح حول طاولة واحدة ولنجد الاستراتيجية العملية الأفضل في التصدي لداعش بدل العتاب عن بعد بعد التقدم الذي سجله داعش في الرمادي وأيضا في تدمر. لعل هذا باختصار ما يفسر الدعوة إلى عقد مؤتمر باريس لدعم العراق في التصدي لداعش. رئيس الحكومة العراقية الذي رئيس المؤتمر مع الداعي إلى عقده وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس جاء ليذكر بأن الحرب على داعش هي مسؤولية المجتمع الدولي وليست فقط مسؤولية عراقية. اليوم داعش لا تمثل فقط تهديدا للعراق، إنما تمثل تهديدا حقيقيا للمنطقة بل للعالم أجمع، وعلينا أن نواجه داعش ليس فقط من العراق وإنما من كل المنطقة ومن كل العالم. مجيئنا هنا إلى باريس تلبية لهذه الدعوة الكريمة من السيد وزير فابيوس، وأيضا لقائنا المرتقب مع الرئيس هولاند هو لتعزيز هذه العلاقة بين العراق والتحالف الدولي الذي يقف مع العراق في حرب ضد داعش.
كلام رئيس الحكومة العراقية لقي صداه الإيجابي في تأكيدات وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس على الوحدة في التصدي لداعش، لافتا إلى أن المعركة مع داعش ستكون طويلة. النقاشات التي أجريناها سمحت بالتأكيد على وحدتنا وموقفنا المشترك في محاربة إرهابي داعش، الذين كما قلت غالبا بأنهم ليسوا متدينين وإنما هم مجرمون، وأكدنا في الوقت نفسه على أن هذه المعركة هي معركة طويلة الأمد. مؤتمر باريس لمحاربة الإرهاب والوقوف مع العراق في حرب على داعش تحديدا انعقد في أجواء القناعة المطلقة بأن الاستراتيجية العسكرية في الحرب على داعش ستكون غير مجدية إذا لم ترفق باستراتيجية سياسية. هذه الاستراتيجية العسكرية لا يمكن فصلها عن سياسة المصالحة في العراق، الأمور مترابطة بعضها البعض، ليس هناك جانب عسكري وجانب سياسي. في الخطة العراقية الجديدة للقضاء على داعش تعويل أيضا على عشائر الأنبار في محاربتهم لداعش، وكان أفلح هؤلاء في طرد مقاتلي القاعدة في عام 2006، لأنه من خلال إدخال العشائر في الحل المرتجى في وقته الذي كان مرتجى في وقته في العراق، لكن الوعود التي لم يتم الوفاء بها والحالة الهشة الاقتصادية الهشة وحال الإقصاء لهذا المكون في العراق جعل الأمور تتطور للوصول إلى ما هي عليه اليوم. الخطط العراقية الجديدة لمحاربة داعش تم الحديث عنها دون تهليل، إنه الحذر من أن يكون الوقع الإعلامي أقوى من الواقع على الأرض. محمد كلاش، تلفزيون سلطنة عمان، باريس. وعلى الصعيد الميداني، تبنى تنظيم داعش الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقرا للشرطة الاتحادية غرب مدينة سامراء في وقت سابق، وأسفر عن مقتل 48 من عناصر الأمن والحشد الشعبي. في الأثناء تتواصل العمليات العسكرية للجيش العراقي في الرمادي مدعومة بغطاء جوي، وذلك في محاولة لاستعادة المناطق التي يسيطر عليها التنظيم. وفي محافظة صلاح الدين تشهد مناطق في محيط مدينة سامراء وأخرى عند بيجي عمليات متلاحقة لطرد مسلحي التنظيم. وإلى الشأن اليمني، حيث قتل 5 من جماعة الحوثي في مواجهات مع أنصار الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي بمحافظة مأرب، فيما سقط عدد من القتلى والجرحى إثر قصف الحوثيين للقرى المحيطة بمدينة الضالع جنوب اليمن باستخدام الأسلحة الثقيلة. كما اندلعت اشتباكات مسلحة بين أنصار الرئيس اليمني والحوثيين في مديرية دمت عقب محاولة جماعة الحوثي اقتحام إحدى قرى المديرية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين دون التأكد من أعدادهم. وفي سياق آخر، شن طيران التحالف عدة غارات جوية على تجمعات للحوثيين وقوات صالح في الملعب الرياضي بقطبة. أجلت محكمة جنايات القاهرة النطق بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي إلى 16 من يونيو الجاري في القضية التي أحيلت أوراقه فيها إلى المفتي الشهر الماضي. القاضي شعبان الشامي علل التأجيل بتأخر وصول رأي المفتي الشرعي في القضيتين للمحكمة، الأمر الذي ترتب عليه مد أجل النطق بالحكم لاستكمال المداولة. ويوجه الرئيس مرسي وأكثر من 100 آخرين حكما بالإعدام في قضيتي تخابر واقتحام السجون التي تتصل بتهمة هروب جماعي عام 2011. وإلى حادثة غرق السفينة الصينية، تتواصل جهود فرق الإنقاذ للبحث عن ناجين في نهر يانغتسي بعد غرق سفينة نجمة الشرق التي تقل أكثر من 450 شخصا معظمهم من السياح. السلطات الصينية أعلنت عن نجاة 18 راكبا وانتشال 5 جثث وبقاء أكثر من 400 شخص في عداد المفقودين. رغم مرور أكثر من 24 ساعة، تخوض فرق الطوارئ الصينية سباقا مع الزمن في محاولة لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأشخاص العالقين في هيكل سفينة رحلات بحرية صينية غرقت في نهر يانغتسي وكان على متنها نحو 460 راكبا.
عمال الإغاثة وبعد عدة محاولات لضرب هيكل السفينة المنقلبة سمعوا أصوات طرقات قادمة من داخل الهيكل، ما عاد الأمل في العثور على ناجين، خاصة بعد أن طفت السفينة إثر انجرافها إلى الشاطئ. قبطان نجمة الشرق وبعد التحقيق معه أكد أن عاصفة قوية أدت إلى ارتفاع الموج، ما تسبب في غرق السفينة التي كانت تقوم برحلة بين نانكين وتشونغ تشينغ في حادثة قد تشكل أحد أسوأ حوادث النقل البحري الصيني منذ سنوات. ومع استمرار رجال الإغاثة في البحث عن ناجين في ظل اضطرابات الأحوال الجوية، أعلنت وسائل الإعلام عن نجاة 18 راكبا حتى الآن وانتشال 5 جثث مع بقاء أكثر من 400 شخص في عداد المفقودين. أعلن مصدر أمني مقتل نحو 15 شخصا وإصابة أكثر من 20 آخرين عندما فجر انتحاري نفسه في سوق مكتظة لبيع الماشية بمدينة مايدوجوري شمال شرق نيجيريا. وقال المصدر إنه يخشى من أن يكون عدد ضحايا التفجير كبيرا، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الأحدث الذي يأتي بعد تفجيرين وقع خلال مطلع الأسبوع وتسبب في مقتل 30 شخصا على الأقل. نشرتنا مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان وتتابعون فيها بعد الفاصل. مشغولات فضية ومجوهرات عمانية مطورة تتلألأ في معرض زينة للفضيات العمانية بمحافظة البريمي. العمر تتقاذف الأمواج سفينة حياتنا، تزدحم المشاعر، تتصاعد الأحداث، نرتمي إلى عالم مجهول، فيبقى البحث عن الملاذ في المودة والرحمة والحب والخير. بتكليف من جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه معالي الشيخ محمد بن أحمد الحارثي يشارك في حفل تنصيب عمر البشير رئيسا لجمهورية السودان لفترة رئاسية جديدة. إقرار 13 مخططا سكنيا لتوفير أكثر من 16 ألف قطعة أرض لمختلف الاستخدامات.
في إضافة نوعية للخدمات الصحية بالسلطنة، المركز الوطني للطب وجراحة القلب يباشر العمل وفقا لأحدث مواصفات الطب الحديث. أكثر من 54 ألف طالب وطالبة يؤدون أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة الدبلوم العام. حياكم الله مجددا. بدأ أكثر من 54 ألف طالب وطالبة تأدية امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2014-2015. الامتحانات تستمر حتى 17 من الشهر الجاري، وتتزامن مع تأدية هذه الامتحانات عمليات تصحيح في 4 مراكز رئيسية. بدأ طلبة دبلوم التعليم العام والبالغ عددهم أكثر من 54 ألف طالب ودارس تأدية امتحانات الفصل الدراسي الثاني في 367 مركز امتحان تتوزع في جميع محافظات السلطنة. نعمل كفريق عمل داخل المركز على تهيئة كافة الظروف الكفيلة بأن يسود هناك جو من الهدوء والتركيز للطلاب لأداء الامتحان بشكل يعني سلس ومنتهد البساطة وسهولة. مادة الرياضيات هي أولى المواد التي تقدم الطلبة لأدائها وسط حالة من الهدوء والانضباط، كما يؤكد المتابعون لسير الامتحانات وضوابطها التي حددتها وزارة التربية والتعليم. وزارة التربية والتعليم حريصة على تنظيم كافة أمور امتحانات دبلوم التعليم العام، وعلى ضوء هذا تم إصدار القرار الوزاري رقم 736 على 2014، ويتضمن هذا القرار جميع البنود والتعليمات والضوابط الخاصة بالقائمين على أعمال الامتحانات. التفكير، التركيز، القلق وشيء من الارتياح مظاهر بدت واضحة على ملامح الطلبة في تأديتهم للامتحان، وبانتهائه كانت لهم الكلمة. الحمد لله زين، يعني كان أسهل من الفصل الأول. استعداد كان مذاكرته من بداية السنة طبعا، لأنه ليلة الامتحان ما ينفع أنت تذاكر كل شيء، فلازم يعني أنه نحل أسئلة ليلة الامتحان، وفي الامتحان التركيز بشدة. يعني ما بتوترش، ما بفكرش كتير، يعني بقول دايما بكون متفائلة، بقول إن شاء الله هيجي سهل وكده يعني. وفي الوقت الذي يكثف الطلبة مواصلة جهودهم لمواجهة مستويات الامتحانات، تواصل وزارة التربية والتعليم الاستعانة بخبرات المعلمين في تقديم حلقات تخصصية للمواد الدراسية عبر البرنامج التلفزيوني درس على الهواء، يتيح مساحة للاستفسارات العلمية والحلول التطبيقية. همة تنافسية لأداء الامتحانات يقابلها دعوات أبوية بالتوفيق والنجاح تسابق الزمن على أعتاب مرحلة جديدة يأملها الجميع أن تكون بحجم الطموح. أحمد بن بارك الدرمكي، مسقط. شاركت السلطنة ممثلة بوزارة العدل في الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي 56 لمجلس وزراء العدل العربي مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ويناقش الاجتماع مشروع توحيد التشريعات العربية كمشروع القانون العربي الاسترشادي حول حماية الملكية الفكرية وحماية حقوق ذوي الإعاقة. كما يستعرض الاجتماع اقتراحات فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب ومشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر، ومقترح إنشاء مركز عربي للتدابير الاحترازية للحد من الجريمة المنظمة. ترأس وفد السلطنة في الاجتماع مع الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي وزير العدل. في إطار تعاون مجلس البحث العلمي مع مؤسسة هيلمهولتز للبحوث العلمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وقعت اليوم بمقر المجلس عقود المشاريع البحثية لتأسيس معهد تكامل التقنيات المتقدمة. الاتفاقيات تتكون من 3 مشاريع تقوم بتنفيذها 3 مؤسسات بحثية ألمانية تنطوي تحت مظلة المجلس، وتتعلق المشاريع بمجال الطاقة المتجددة واستخدامها في مجال التبريد، واستخدام معالجة المياه في المناطق المختلفة في السلطنة بتقنيات مطورة،
ومتابعة المياه الجوفية خاصة المتسربة منها إلى البحر وأساليب الاستفادة منها. وقع الاتفاقيات نيابة عن المجلس سعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي أمين عام مجلس البحث العلمي. دفعة جديدة من الجنود المستجدين احتفل الجيش السلطاني العماني بتخريجها اليوم على ميدان كتيبة تدريب قوات السلطان المسلحة بغلا. الحفل بدأ بتحية العسكرية لراعي المناسب وتفتيش الصف الأمامي من طابور الخريجين. بعدها قدم الخريجون عرضا عسكريا بالمسير البطيء وحركات السلاح بمصاحبة موسيقى الجيش السلطاني العماني. بعدها قام اللواء الركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية راعي المناسبة بتسليم شهادات التقدير للمجيدين في مختلف الأنشطة والمسابقات. وفي نهاية الحفل ردد الخريجون نشيد الجيش السلطاني العماني وأدوا قسم الولاء وهتفوا ثلاثا بحياة حضرة صاحب الجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه. التعامل مع وسائل الإعلام واستقاء المعلومة الصحيحة من مصدرها محور حلقة عمل نظمها الإدعاء العام لأعضائه بمجمع الإدارات في مسقط. الحلقة التي أقيمت تحت رعاية معالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام اشتملت على ورقتي عمل شهدت نقاشات مستفيضة بين المشاركين. كيفية التعامل مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وتقديم رؤية لآلية هذا التعامل بالإضافة إلى الخروج بلقاءات تلفزيونية وإذاعية ناجحة وفق أسس الحوار وكسر حاجز التردد في المقابلات التلفزيونية والإذاعية إلى جانب توطيد العلاقة مع شتى وسائل الإعلام أهداف سعت إلى تحقيقها حلقة عمل نظمها الإدعاء العام لأعضائه هنا في مجمع إداراته بمسقط بعنوان كيفية التعامل مع وسائل الإعلام. تجري على مستوى العالم خاصة في هذه الفترة العديد من الملتقيات والعديد من الدورات التدريبية التأهيلية في التعامل مع الوسائل الإعلامية. هذا ليس من قبيل الصدفة، وإنما يأتي نظرا لطبيعة هذه الوسائل الإعلامية وحجم تأثيرها على المستوى العالمي خاصة في المرحلة الحالية. التعامل مع هذه الوسائل اليوم يتطلب معرفة وإلماما بقواعد الإعلام وكيف تقديم المعلومة وعدم تجاوز أسس الحوار، وإلى جانب ذلك توطيد العلاقة مع وسائل الإعلام. المشاركون أكدوا على أهمية هذه الحلقة نظرا لارتباط عمل الإدعاء العام بالمجتمع بشكل مباشر، وهذا ما يستوجب أن يكون أعضاء الإدعاء العام مدركين للأساليب الصحيحة أثناء التواصل مع وسائل الإعلام بما يحقق المنفعة للمجتمع. هنا قناة اتصال مباشر بين الإدعاء العام ووزارة الإعلام، يتم من خلالها تنسيق العمل والجهود في إطار هذا التعاون. كذلك الادعاء العام منفتح على كافة وسائل التواصل بما فيها وسائل التواصل الحديث. التسارع المتزايد الحاصل في المجتمع ومن أحداث مختلفة يتطلب وجود أعضاء الادعاء العام في وسائل الإعلام المختلفة، وبالتالي نتمنى أن تكون هذه الورشة أو هذه ورقة العمل هذه باكورة لما سيتم تقديمه في المرات القادمة، من حيث يكون هناك تدريب عملي كذلك لأعضاء الادعاء العام. الحلقة التي اشتملت على ورقتي عمل أعدهما قطاع الأخبار بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون دعت إلى عدم التردد في تقديم المعلومة بصورة واضحة ومن مصدرها الرئيسي درءا للإشاعات والمعلومات المغلوطة، وبما يظهر حقيقة عمل المؤسسة من خلال القرب من الرأي العام مواكبة لمقتضيات المرحلة الراهنة. سادت هذه الحلقة أجواء نقاشية هادفة بين المشاركين عكست الرغبة الصادقة في التطوير والتحديث بما يخدم الأهداف التي يسعى الإدعاء العام إلى تحقيقها ارتقاء بجودة العمل خلال المرحلة المقبلة. أحمد بن عبد الله الندابي، مسقط. أهم الأخبار الاقتصادية مع زميل سامي أولاد ثاني. النشرة الاقتصادية برعاية أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة.
شكرا داود. مساء النور مشاهدينا، أهلا بكم وتتابعونا في أخبارنا التالي. السلطنة الخامس عربيا في مؤشر نمو تجارة التجزئة بالأسواق الناشئة لعام 2015. حصلت السلطنة على المركز الخامس عربيا في مؤشر نمو تجارة التجزئة بالأسواق الناشئة للعام الجاري. وبحسب التقرير الذي أصدرته شركة إيتي كيرني الأمريكية، فقد حازت السلطنة على المرتبة 26 بين الأسواق الناشئة في المؤشر الذي يضم 30 دولة. ويعد مؤشر إيتي كيرني لنمو قطاع التجزئة مؤشرا دوليا يصنف أهم 30 دولة ناشئة بالنسبة لشركات التجزئة. ويعتمد المؤشر في التصنيف على الأخطار الاقتصادية والسياسية وجاذبية السوق والناتج المحلي الإجمالي. اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة التجارة الحرة الأوروبية إفتا ستدخل حيز العمل في يوليو المقبل. الاتفاقية ستعمل على إزالة الجمارك على السلع بين الجانبين، وهما سيعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين. التبادلات التجارية وفتح الأسواق العالمية ومدى موائمة القوانين في دول مجلس التعاون الخليجية مع الاتفاقيات الدولية دعت بوزارة التجارة والصناعة إلى تنظيم ندوة حول التعريف باتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس ورابطة التجارة الحرة الأوروبية. هذه الاتفاقية هي اتفاقية التجارة الحرة دول مجلس التعاون ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية الإفتا، وهذه تعتبر أول اتفاقية بين تجمع مجلس التعاون مع تجمع آخر. طبعا هذه الاتفاقية تسمح في بروزها في اتفاقيتها في قطاع الخدمات وقطاع الصناعة أيضا. ست أوراق عمل في الندوة تستعرض فتح الأسواق الأوروبية للصادرات الخليجية وتمكينها من الحصول على معاملة تفضيلية فيما يروج الجانب العماني حول هذه الاتفاقية، تسهيل الإجراءات الحكومية والتعريف باحتياجات الدول الأوروبية من السلع المحلية. نتأمل أن من خلال هذه الاتفاقية إن شاء الله سيزداد التبادل التجاري، وندعو حقيقة المنتجات الوطنية، خاصة بأن الآن نحن ندشن هذه الاتفاقية، ندعو جميع الشركات المصانع الوطنية أن تستفيد. الاتفاقية التي سيتم العمل بها في يوليو القادم تعتبر الأولى بين دول مجلس التعاون وتجمع تجاري أوروبي، إذ ينتظر أن تعمل على توسيع التجارة في السلع والخدمات وتحقيق مزيد من التواصل في أسواق المشتريات الحكومية بين الطرفين، توسيعاً للتجارة البينية ودعماً للمنتج الخليجي في الأسواق الأوروبية. جاءت هذه الندوة. عبد الله بن علي البلوشي، مسقط. شهد سوق مسقط الأوراق المالية عمليات شراء من قبل المستثمرين غير العمانيين أدى إلى تسجيل ارتفاع في المؤشر العام خلال شهر مايو بلغ 65 نقطة. شهد السوق ارتفاعا خلال شهر مايو بنسبة 1% كأفضل أداء بين أسواق المال الخليجية التي أغلقت في معظمها على انخفاض. من الواضح من خلال التداولات في السوق اهتمام المؤسسات في الشراء، والذي كان واضحا من خلال تداولات الأجانب والخليجيين على الرغم من تراجع أحجام وقيم التداول. شهر مايو يمتاز بقوة دخول المؤسسات ونوعا ما تحفيز الأفراد على الدخول في بعض الأسهم المضاربية، ولكن كان واضح الشراء القوي في الأسهم اللي لها وزن قوي في المؤشر. من الواضح كذلك أن هناك عدداً كبيراً من المستثمرين والمحافظ الكبيرة تقوم بإعادة بناء مراكزها في السوق خاصة على الأسهم القيادية، وبالتالي من المتوقع أن يستمر الزخم الصعودي في نفس الاتجاه خلال الفترة القادمة، وهذا ما حصل في جلستي افتتاح هذا الشهر من تسجيل مكاسب لمؤشر سوق مسقط وتخطيه حاجز 6400 نقطة. السوق أداء قوي والشراء القوي من المؤسسات مدي دعم قوي جدا للمؤشر، وده إن شاء الله هيؤدي لحدوث إن شاء الله تطورات قوية خلال الشهور القادمة. انخفاض السيولة يعزو ذلك إلى وجود الاكتتاب الحالي للشركة الجديدة،
ومع إغلاق الاكتتاب في الثامن من هذا الشهر وبداية عودة السيولة الفائضة والتي سوف تؤدي إلى دعم السيولة وارتفاع أحجام وقيم التداول. سعود بن سعيد المعولي، سوق مسقط، للأوراق المالية. نحن في أوربي نعمل لأجلكم. هدفنا تنمية الموارد البشرية العمانية. نحن فخورون بتزويدكم وقود الطاقة. نحن شركاء في دفع عجلة التنمية. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل 39 سنتا ليبلغ 63 دولارا و78 سنتا للبرميل، كما صعد سعر مزيج برنت في العقود الأجلة 70 سنتا ليصل سعر البرميل 65 دولارا و58 سنتا. وأسهم انخفاض سعر الدولار الأمريكي مقابل اليورو وسلة من العملات في الارتفاع الطفيف الذي شهدته أسعار النفط، ويتوقع المحللون زيادة الطلب على النفط بما يساهم في امتصاص الفارق بين الناتج والطلب، والذي يقدر يوميا بأكثر من 2 مليون برميل يوميا. نظم ميثاق لصيرفة الإسلامية واللجنة الرئيسية للاحتفاء بنزوة عاصمة للثقافة الإسلامية حلقة نقاشية حول دور الصيرفة الإسلامية في استثمار أموال الإنفاق الخيري. الحلقة النقاشية أقيمت في ولاية صحار تحت رعاية سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي محافظ شمال الباطنة. إن دخول الصيرفة الإسلامية، دور الصيرفة الإسلامية في استثمار أموال الإنفاق الخيري، تحت هذا العنوان تركزت نقاشات الحلقة التوضيحية التعريفية والتي جمعت المختصين مع المسؤولين وأصحاب وصاحبات الأعمال والمواطنين بولايات شمال الباطنة لإبراز دور الصيرفة الإسلامية في استثمار الأموال من صدقات وزكاة وأوقاف ووصايا وغيرها. أهمنا الأول هو إمكانية مشاركة في المجتمع من منطلق الصيرفة الإسلامية بشكل خاص، فبدأت ميثاق للصيرفة الإسلامية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بحملة اسمها حملة زكاتي، والتي كانت تعني بمحاولة الترويج عن دفع الزكاة وتوزيعها. الحلقة التي أقيمت برعاية سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي محافظ شمال الباطنة تناولت الكيفية الصحيحة في استثمار الأموال وفق ضوابط الشرع، وكيفية الاستفادة من الخدمات والتسهيلات المقدمة عبر حزمة من منتجات التمويل. وقف ولاية نزوة هو أحد الأوقاف الخيرية الموجودة في الولاية، وهو وقف يتصف بالعمومية، أي أنه غير مخصص لجهة معينة أو فئة معينة أو قبيلة معينة، وإنما هو وقف يشمل كثير من الناس الذين سكنوا المنطقة وحددوا قبل الثمانينيات من القرن الماضي. وهذا الوقف يقدم مجموعة من الخدمات في المنطقة. لا شك أنه يعني الصيرفة الإسلامية في هذه المرحلة، والحمد لله رب العالمين، بعد أن يتيسر لها يعني أن تكون ممارسة فعلية في الدولة، لا شك يعول عليها الشيء الكثير في الحقيقة في استثمار الأموال بمختلف يعني مسمياتها وظروفها، ويعول عليها الشيء الكثير، وهناك دور يعني يرتجى منها أكثر مما هي عليه الحقيقة. كما تحدث المشاركون عن الكيفية المثالية للتصرف في إدارة الأموال وتقديم الحلول المبتكرة التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية. منصور السعدي، محافظة شمال الباطنة. مشاهدينا، نهاية الأخبار الاقتصادية، يعود الآن إلى الزملاء داود والجيرة وتبقى من هذه النشرة. النشرة الاقتصادية برعاية أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة.
شكرا سامي ومرحبا بكم مشاهدينا مجددا. يعد فصل الصيف فرصة مناسبة للكثير من العوائل للتوجه إلى البحر والاستمتاع بالشواطئ وممارسة الرياضة البحرية. وفي هذا الصدد تهيب شرطة عمان السلطانية جميع المواطنين والمقيمين بأهمية المحافظة على الأبناء وعدم تركهم بمفردهم تفاديا لحوادث حالات الغرق المؤسفة. تتميز السلطنة بالكثير من مقومات الجذب السياحية وتنوع البيئات، لذلك يعد فصل الصيف فرصة مناسبة للكثير من العوائل للذهاب إلى أماكن السياحة والترفيه، حيث تفضل الكثير من العوائل التوجه إلى البحر والاستمتاع بالشواطئ وممارسة الرياضات البحرية. ومع نشوة فرح الأطفال وغفلة الآباء يتوجه الأطفال إلى البحر لغرض السباحة واللهو بل واللعب بالماء بعيدا عن عيون الآباء والأمهات، وهنا قد تجرف أمواج البحر والتيارات البحرية كل ما تصادفه من أشياء بل وحتى فلذات الأكباد، وهنا تقع الكارثة، فالأمواج تجرف الأبناء وتذهب بهم إلى مسافات الخطر ويتعرضون لحالات الغرق، بل وقد تتكرر مع الكبار ممن لا يجيد السباحة، وهنا لا يجد الآباء والأمهات إلا إلقاء اللوم على بعضهم البعض. وفي جميع أنحاء العالم تمثل حوادث الغرق السبب الأول للوفاة بالنسبة للأطفال دون سن الخامسة، ورغم الإرشادات والتحذيرات بعدم السباحة في أوقات معينة بسبب الأمواج وغيرها من العوامل، إلا أن البعض يهمل هذه التعليمات ويسبح عكس التيار حبا في التباهي والسباحة لمسافات طويلة، ما قد يؤدي لجهد عضلي لا يمكنه من العودة إلى الشاطئ، وبالتالي يؤدي هذا الأمر إلى نتائج وخيمة لا ينفع الندم عليها. لحماية الأطفال لا بد اجتناب دخولهم البحر وهم يكونوا ماكلين كثير، لأن الأكل لازم وقت للهضم، وفي البحر بيتسبب شوي يعني مشاكل الأطفال ويصيروا غير قادرين حتى على الطوفان فوق الماء. البحر يقال عليه عامة أن البحر غدار، لهذا السبب الطفل الصغير اللي عمره أقل من 8 سنوات أو اللي ما يعرف يسبح خالص لازم يجتنب أن يروح للبحر الحالة ويروح المسافة بعيدة. أنصح العائلات باقتناء يعني لوازم السباحة للمبتدئين اللي هي عبارة عن سترة موجودة في كل المحلات الرياضية ورخيصة جدا، وهذه تخلي الطفل قادر جسمه على الطوفان فوق الماء واجتناب الغرق لا قدر الله. ولتفادي حوادث الغرق بشكل عام وغرق الأطفال بشكل خاص، تقوم قيادة شرطة خفر السواحل بدور محوري في تقديم المساعدة ومد يد العون لمرتادي الشواطئ من خلال فريق عمل دائم التواجد وعلى أهبة الاستعداد للتدخل الفوري في حالات الغرق والحوادث الأخرى. زينة للفضيات العمانية، معرض يزخر بالمنتجات الفضية والمجوهرات العمانية المطورة. يأتي تنظيم المعرض الذي افتتح اليوم بفرع غرفة تجارة والصناعة عمان بمحافظة البريني ضمن خطط الهيئة العامة للصناعة الحرفية لتسليط الضوء على المنتجات الحرفية. رعى افتتاح المعرض سعادة الشيخ الدكتور خلف بن سالم الإسحاقي والي البريني. الخنجر العماني والسيف والعصا والنطل والمرتعشة والمرية أسماء يعرفها الرجل والمرأة العمانية حق المعرفة، كيف لا، وهي التي ارتبطت بهما منذ زمن تليد اجتمعت في هذا المعرض والذي جاء بتنظيم من دائرة الصناعات الحرفية بمحافظة البريمي حاملا عنوان زينة. جاء افتتاح هذا المعرض من أجل اللي هي ترويج وتسويق المنتجات الفضية في محافظة البريمي. طبعا مثل ما شفتوا أن المعرض يحتوي على أركان مختلفة، منها ركن للمشاريع الحرفية وركن للحرفيين وركن لبيت الحرف العماني وركن آخر لبرامج التأهيلية والتدريبية التي تقيمها الدائرة. المعرض شهد مشاركة واسعة من الحرفيين العمانيين من داخل المحافظة وخارجها، كما فتح المجال أيضا لمشاركة بعض الحرف الأخرى كالفخاريات والبخور والعطور، كما حضر البيت الحرفي العماني والذي افتتح مطلع العام الجاري بهدف التعريف على منتجاته الحرفية المتنوعة
والترويج لها. كل المنتجات منتجات تعتبر من الطبيعة العمانية، يعني احنا شفنا الأشياء اللي موجودة من فضيات وسعفيات والميداليات الصغيرة هذه، فبصراحة يعني عجبنا بالمنتج العماني. علاوة على كذا انهم استخدموا يعني الموارد الطبيعية الموجودة في الطبيعة ووظفوها على اساس انها تكون تستخدم للبيع، تستخدم كذا يعني، فشيء جميل جدا. منذر الطيواني شاب عماني جاء من ولاية نزوة برفقة والده حاملا معه منتجات فضية متنوعة شكلت عامل جذب كبير للزوار. ذهبنا إليه لنسأله عن سر تعلقه بهذه الحرفة بل وتميزه فيها. أنا بدأت في هذا المشروع من سن 15 سنة تقريبا، أقنعني الوالد بحكم أنه هو متمرس في هذا المجال والقد، فبدأت أشتغل في هذا المجال والحمد لله أحببت هذا المجال، ووجدت أنه في جوانب كثيرة من الإيجابيات من ناحية المادة وغيرها، والحمد لله استمرنا في هذا المجال لحد الآن، وفتحنا ورشة خاصة بنا في نزوة. منتجات فضية متنوعة كانت ولا زالت تتصدر قائمة اهتمامات الرجل والمرأة العمانية على حد سواء، اجتمعت هنا في هذا المعرض والذي سيستمر لمدة 3 أيام متتالية. أنور بن زاهر الغريبي، محافظة البريمة. وفي ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. بتكليف من جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه مع الشيخ محمد بن أحمد الحارثي يشارك في حفل تنصيب عمر البشير رئيسا لجمهورية السودان لفترة رئاسية جديدة. إقرار 13 مخططا سكنيا لتوفير أكثر من 16,000 قطعة أرض لمختلف الاستخدامات. في إضافة نوعية للخدمات الصحية بالسلطنة، المركز الوطني لطب وجراحة القلب يباشر العمل وفقا لأحدث مواصفات الطب الحديث. أكثر من 54,000 طالب وطالبة يؤدون أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة الدبلوم العام. نشرة انتهت، نشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم مجددا مع أحوال الطقس. إلى شرق المحيط الهادي حيث لا يزال الإعصار المداري أندرس ينشط هناك، ولكن باتجاه الشرق قليلا هنا جنوب المكسيك تشكلت عاصفة مدارية أطلق عليها اسم بلانكا. تتحرك هذه العاصفة المدارية بسرعة عقدة واحدة باتجاه الغرب، وتقدر سرعة الرياح حول مركزها بين 45 إلى 55 عقدة. إلى آخر الصور الجوية وأجواءنا المحلية، لا جديد يذكر، أجواء مستقرة خالية من السحب، يبدو ذلك جليا من خلال آخر الصور الجوية في معظم أرجاء شبه الجزيرة وأجواء البلاد، في حين تبقى السحب الموسمية تنشط هنا في أقصى جنوب بحر العرب مع تشكل بعض السحب الركامية الممطرة أحيانا التي تنشط في جنوب غرب بحر العرب، وكذلك بالقرب من الساحل الجنوبي الغربي لشبه القارة الهندية في أقصى جنوب شرق بحر العرب، ولا جديد يذكر حتى الآن. إلى حركة الرياح للنهار القادم، بداية على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد، لا تزال الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة، تصل سرعتها أحيانا إلى 20 عقدة، شمالية شرقية في شمال محافظة فار وأجواء محافظة الوسطى. البحر هائج الموج، يصل أقصى ارتفاعا له 3 أمتار، ورطوبة نسبية تتراوح ما بين 50 إلى 90% على المناطق الساحلية المطلة على بحر العرب. رياح شمالية إلى شمالية شرقية تهب شمال محافظة مسندم أو غربها،
للسواحل الغربية تصل سرعتها إلى 15 عقدة، وبحر هادئ إلى متوسط موج يصل أقصى ارتفاع له متر ونصف المتر، في حين تهب الرياح شمالية غربية على سواحل بحر عمان معتدلة إلى نشطة السرعة تصل سرعتها أحيانا إلى 20 عقدة، وبالتالي البحر هادئ إلى متوسط موج يصل أقصى ارتفاع له متر ونصف المتر. أجواء مشمسة غدا بحول الله في مسقط ودرجات الحرارة العظمى عند منتصف الأربعين. 46 درجة مئوية محتملة غدا في أجواء الرستاق والأجواء مشمسة بوجه عام في معظم أرجاء محافظة جنوب الباطنة. 43 درجة مئوية في الصحار ضمن أجواء مشمسة وعند منتصف الأربعينات في أرجاء محافظة مسندم مع أجواء خالية من السحب. 46 درجة العظمى غدا في إبرة بحول الله والأجواء مستقرة، كذلك هو الحال بالنسبة لأجواء نزوة. جبل شمس 21 درجة مئوية مع أجواء خالية من السحب، وتتعدى منتصف الأربعينات غرب جبال الحجر في محافظة الظاهرة والبريمي والأجواء مستقرة بوجه عام. صلالة 33 درجة مع انتشار متفرق بالسحب في أرجاء المناطق الساحلية والمناطق الجبلية لمحافظة ظفار، وعند منتصف الأربعينات في شمال محافظة ظفار، كذلك هو الحال بالنسبة لأجواء محافظة الوسطى بوجه عام. وفي هيمة الأجواء مشمسة غدا بحول الله. 37 درجة العظمى غدا في مصيرة مع انتشار بعض السحب المتفرقة على سواحلها، في حين تبقى الأجواء مشمسة على سواحل محافظة جنوب الشرقية هنا في الأشخرة، ودرجة الحرارة تصل إلى 38 درجة 46 عظمى غدا في صور ضمن أجواء مشمسة بوجه عام. كان هذا كل ما لدينا من أخبار الطقس حتى الساعة، شكرا لكم وإلى اللقاء.